السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل معاكم صينية جلاش باللحمة المفرومة. نزلنا معلقتين زيت ونص كيلو لحمة مفرومة. بعد ما قرب كده اللحمة بتاعتنا قربت، نزلنا ببصلاية كبيرة، اديناهم تشويحة مع بعض، ومعلقة كمون صغيرة، معلقة فلفل اسمر صغيرة، معلقة كركم صغيرة، مع رشة بهارات برضو. الكركم اللي حابب يحطه يحطه، مش حابب خلاص. خلاص اهي جهزت معانا. حطينا معلقه زبده بلدي، وبعد كده حطينا، بصوا هو ده نص قرن فلفل رومي، حطينا نص فلفلايه رومي صفرة ونص حمراء، وواحد حامي اللي هو حراق، وحطينا الملح في الاخر خالص بقى لما جهزت معانا للحشوه، حطينا الملح. خلاص يا جاهزه معانا بقى لفتين جلاش، ودهنا الصينيه بتاعتنا، وحطينا ايه، حطينا بنحط ايه اتنين كده، يعني لجلاشتين بجلاشتين عشان ما تبقاش تقيله قوي، وبالفرشه كده، وبحط وبعدين ايه، احنا حاطه سمنه على زيت، وبعدين الجلاش بيه، حاطه سمنه بلدي وزيت، كل جلاشتين كده بعدين ايه افرد وادين، ادي افرش وادين، ونص بقى الجلاشه بحطها جوه الصينيه، ونصها بتبقى بره الصينيه. وبعدين بقى في بعد ما عملت شويه كده، بحط ايه شويه جبنه موزاريلا، دي تديها ايه طعم كده برضو، طبقه خفيفه. وبعدين بنزل ايه، بننزل خلاص بقى ايه بالحشوه بتاعتنا الجميله اللي عملناها مع بعض، وندي رشه زيتون، اللي حابب يحطها يحطها، مش حابب خلاص، بس هي بتديها طعم حلو. نفرشها بقى، فردنا كل حاجه في الصينيه كويس. بعد كده بنقفل بقى الجلاش اللي هو احنا ايه سايبينه على حرف الصينيه من بره، بنقفله برضو، بندهن برضو سمنة على زيت. وبعد كده ايه يا جماعة بقى، انا سايبة معايا 4 ورقات، بحطهم بقى ايه طبقتين بس سايباهم، بحطهم بقى بقفل بها الصينية كويس. الطبقتين اللي انا شايلهم دول اهم، بقفل بقى الصينية زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هخرطها، اديها الاول ايه شوية سمنة على زيت كده، وايه هنخرطها بقى معاكم، ونحطها ايه، نحط لها الحاجه بعد ما نخرطها، نحط لها، انا عامله لها كوبايه لبن كبيره وبيضتين رشه فلفل اسمر وحبه ملح. خلاص انا خرطتها اهو، انتوا حابين بقى تخرطوها خرطوها، حابين تسيبوها كده سيبوها، اللي يعجبكم. انا كوبايه اللبن الكبيره وبيضتين ورشه ملح ورشه فلفل، بس ايه بقى الجلاش بتاعنا بيها. بعد كده ايه نسيبه يتشرب دقيقتين كده، وبعدين ايه بنبقى مسخنين الفرن، وندخله في الفرن على ايه، يعني على الصاجة كده، بنحطه على الصاجة بس يحمر من تحت، وبعد كده بنطلعه دقيقتين بس تحت الشواية، وبعد كده بنطلعه بقى ايه، نحط له الجبنة المنزريلا ونحطه ايه تاني، يعني احنا بندخلها الاول، وبعد كده نرجع نطلعها نحط لها جبنه الموزاريلا ونحطها تحت الشوايه بعد ما القاع بتاعها بيستوي من تحت. وده بقى الشكل الجميل يا جماعه زي ما انتم شايفين، وبصوا والحشو اصلا تشهي، شوفوا، والجبنه الجبنه الموزاريلا بتمط ازاي، مش شكلها بيتكلم، مش محتاجه كلام. حتى خرط لكم خرطه، برفع لكم عشان اوريكم، خرطنا خرطه اهوت، ونوريكم ايه، بنوريكم جمالها، وطلعنا حبة حشوة عشان تشوفوها، وبندقها طبعا معاكم اهو، بس هي لسه سخنة. ويا رب تعجبكم، لو عجبتكم اشتركوا لنا في القناة واعملوا لنا لايك، بس هي هتعجبكم ان شاء الله.